انت عارف حضرتك احنا عندنا 7 انواع اكتئاب، منهم 6 عند الرجاله. 6 انواع اكتئاب من 7 من عند الرجاله؟ من 7 عند الرجاله. اكتر من الاكتئاب اللي بيصيب الستات عندهم 7. الستات عندهم 7، الرجاله عندهم 6. بس في الستات عندهم انواع اكتئاب اكتر من الرجاله. عندهم اكتئاب اللي هو بنسميه بريمينستر تنشن، الشد العصبي ما قبل الدوره الشهريه. وعندهم اكتئاب ما بعد الولاده. الرجاله ما عندهمش بريمينستر، كما عندهم اكتئاب ما بعد الولاده. يا طيب نشوف ايه الـ6 انواع اكتئاب اللي بيصيبوا الرجاله. اكتئاب التفاعلي، اكتئاب الذهاني، اكتئاب الوجداني، اكتئاب ناتج عن تعاطي بعض الادويه، اكتئاب ما بعد التقاعد، اكتئاب ما بعد الولاده. ان في رجاله بعد الولاده ما بتتحملش، بعد ولاده الزوجه يعني، بعد ولاده الزوجه طبعا، ان بيبتدي يحصل اضطرابات في النوم عنده، بيبدا يحصل اضطرابات نفسيه نتيجه ضغوط حياتيه، مستلزمات للبيبي، مستلزمات الولد تعبان، الولد سخن، في يعني ابهات بيبقوا متعلقين قوي بالبيبي ومنتظرينه بشغف، فبيبقوا خايفين عليه جدا، بتوصل لمرحله اكتئابيه جديده. او ان هو بيتراجع في الاولويات او في اهتمامات الزوجه يعني. دي اساسيه، ان احيانا في بعض السيدات مجرد ما بتتجوز بتعتبر ان الزوج ده السكند مان، البيبي هو الفيرست، وهو ده الاساس، وده اللي هيربط ده، ده اللي هيتربط بده، وده اللي هجيب منه القضيه، وده اللي هجيب بيه الشقه، وده يعني هي عقليات طبعا. فالنهارده بتلاقي الراجل لقي نفسه مهمل. 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 كم مهمل في البيت. احتياجاته سواء الايواء، ما خلاص، ما انا لو رحت مطعم هاكل، لو رحت لوكال عايش، لو رحت مش عارف ايه، لكن حته العاطفه مش موجوده، اللي هي الاهتمام. طيب من الانواع اللي قبل كده يعني، في انواع تانية برضو حضرتك قلتها، الاكتئاب، شايف اكثرهم انتشارا ايه، واخطرهم على نفسيه الراجل او صحه الصحه النفسيه الراجل؟ لا إيه؟ كلهم خطرين النهارده مع الاكتئاب. في عندي اكتئاب ذهاني، بيعمل لي مشاكل كتير جدا. ده سببه ايه؟ بارانويد ديبريشن. بيبقى هو شخصيه تشككيه شويه، ودخل في اعراض اكتئابيه بيدينا اعراض شبه فصاميه لكن ليس فصام. نتيجه الاكتئاب، اكتئاب الوجداني، ما دام بيقتل نفسه او يقتل ممكن حد بيعزه. الاكتئاب النفسي النهارده بيمثل في امريكا ثاني اكتر مرض في الدخل، ومحطوط ان هو في 28 نمره 1 كتكلفه ماديه، في سواء في العلاج او في انقطاع العمل، فده برضو بيتحاسب بفلوس، ان انا ما بقديش العمل المطلوب مني، وفي نفس الوقت باخد ادويه وباخد بروح للدكتور، و كل ده بيتكلف، لان هناك الامراض النفسيه مش داخله تامين. فدي مشكله كبيره على المجتمع الامريكي. النهارده مريض الاكتئاب، انا اسف، الناس برضو مش متخيلاها المرض الاكتئاب ده زي انا اسف الكلب الاسود اللي بينهش رحم بني ادم. لما تبقى ربنا عطيك كل النعم، فلوس، عربيات، صحة، كل حاجه، يعني بس عندك اكتئاب، انت مش حاسس بطعم كل ده. انت بتتعذب. المريض اللي كان بيتعذب، سواد جواه، مش طايق الحياه مهما كانت من ملذات حواليه، يعني الناس يقول لك يا عم ده انت ربنا عطيك، ده انت يا عم ده انت عندك في مارينا، يا عم ده انت عندك عربيه مش عارف ايه، يا عم ده تعالى حس باللي انا حاسس، تعالى حس باللي انا حاسس بيه. انا مش حاسس بطعم ده كله، مش عارف انام، يا اما قاعد في السرير على طول، يا اما مش عارف انام خالص، يا اما باكل كتير. في يعني في ناس تقول لك انا بالليل اجي الساعه 12 بالليل دي اجيب تورتايه واقعد اكل فيها وانا عمال اعيط. ده شكل من اشكال الاكتئاب. شكل من اشكال الاكتئاب. في واحد تاني رافض الاكل خالص، فقدان الشغف لكل شيء، تعال ننزل نشتري، تعال نعمل، ما عنديش رغبه، مش عايز ارد على حد. فالناس لما دايما نقول يا اخوانا مريض الاكتئاب خدوا بالكم قوي، ما يهملش. لما يكون عندي في البيت ولد شاب زي الورد ربنا يخليه كل الناس، ويبقى عنده اكتئاب، والام بكل بساطه اخرج مع زميلك، اتمشى معاه، اتمشى اي حاجه، ده لازم علاج، لازم علاج، لكن اسيبه يتمشى بيروح يموت نفسه.